جبوتي لامك بلدك الحراره بالي كاين هنا اللي دخلها بها فحالو. السلام عليكم الاخوان، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. تحشناكم بزاف. اليوم كاينه الحراره بالضبط، مراكش سخونه شويه القضيه. نبغى مشابط الحوايجو واشوف فين تخشى. تخشى عند منتج الابطال ولا عزيز عليه معنا بارد دغيا تخشى عنده. شفتو فاطمه تقول احسن نظام الله وين جبتي كاين الحراره جيتي بال بال جيتي بلدك الحراره بالي كاين هنا اللي واش عطيك هنا حتى الكليان كان اللي دخل بها في حاله فيها ناس جهالات. يلا انا مشيت.